دكتور ناديا صايغ يلي كمان الكل بيعرفوها بينادوها بماما ناديا. أعتقد إن هذه أجمل صورة، إن أنا أفهم على إنسان الناس تتوقع إن ما حد يفهم له. ومجال أصحاب الهمم هو المجال اللي أنا مرسوم لي ومكتوب لي، ما للدنيا في عطائها. الفرصة الأولى هو ماما نادية، الفرصة الثانية أني أكون ماما نادية على مستوى الوطن العربي وبالأخص الخليج العربي. طيب ماما نادية من مين ناطرة فرصة تاني؟ عورني قلبي على سؤالك اللي مر، وهذه رسالتي في أني أسعد كل طفل موجود بين أروقة هذا الصرح الإنساني. دكتورة نادية مساء الخير. مساء النور والسرور، يا أهلا ومرحبا. أهلا فيكي، إذا تسمحي لي هيك جرب أعرف عنك بثلاثين ثانية. حياك الله. دكتور نادية صايغ يلي كمان الكل بيعرفوها بينادوها بماما نادية، هذا اللقب بالنسبة لها المحب المعطاء يلي هي فيها الطيبة الموجودة على طول حد الناس والعالم، وكانت حاضنة للكل هالعمل الإنساني والاجتماعي لأكثر من 40 سنة، وكانت كمان كرست نفسها لحتى تحضن الأيتام من أصحاب الهمم، كملت لحتى الإنجاز الكبير يكون بالنسبة لها، وأسست المؤسسة اللي هي المشاعر الإنسانية اللي هي بالنسبة لها كل المشاعر والحبين، صاروا هالأطفال أو هاليطلعوا علي بيلاقوا على طول هذا الأمل والحب اللي موجود. كملت نظرت حياتها لحتى تكون بالمجال الإنساني، وهذا الفرح الكبير بالنسبة لها. وكمان حصلت على جوائز كتير بالإضافة للدكتورة اللي هي دكتورة الفخرية. نعم، حصلت 7 شهادات دكتورة فخرية من مختلف الدول. أهلا وسهلا فيك. حياك الله. مرق صعوبات بالحياة، نعم، بس بقي كل شيء الفرح موجود لك، ولحتى تكملي هالمسيرة مع المشاعر الإنسانية اللي موجودة المؤسسة. نعم. عرفت عنك، مع أنه ناخد أوقات كتير لقدر نعرف عن حضرتك. الله يجعلني هلأ صار دوري تعرفينا عنك 30 سنة. مثل ما تفضلت، أنا ماما نادية حاملة رسالة زادتني عزة وشرف. حسيت أن كل يوم أتعلم من هذه الأولاد الأمل والتفاؤل والحب. كنت أتخيل يوم الأيام هم اللي محتاجين مني أني أنا أوفر لهم الأمن والأمان والحب، ولكن اتضح أن المدرسة أن هم اللي قاعدين يعلموني شو يعني الحب وشو يعني الحنان وشو يعني الأمن والأمان. يا الله، أخذتهم هلأ، أخذتهم بيقولوا سحبتهم مني. يعني أنا تارك لحتى أقول لك يوم قد ما هذا الموضوع بالنسبة لي بحس وبشعر حالي فيه، لأنه عشت حياتي كتير حد الأشخاص. كان هيك ربنا نعم علي مثلي يكون حد أشخاص يعني كل الأولاد من أصحاب الهمم. رح نكون أنا وياكي بهيك عدة صور يمرقوا بمراحل بالحياة، إذا ممكن هيك بمختصر هالصور نشوف مع بعض شو بيعنوا لك، لأنه هودي محطات بالحياة مهمة كتير. المدرسة اللي تعلمت منها الكثير علمني العطاء بدون مقابل، علمني مفهوم الإنسانية، علمني أن سعادة الإنسان على قدر عطائه، وأنه دائما الإنسان لما يعطي ما ينتظر المقابل. الوالدة الله يطول بعمرها دائما مكانها مفتوح للإنسانية، فالقائد المدرس اللي سلم زمام أموري أيضا إلى رجل صالح وزوج يعني متقي الله في أنه يستمر معي في هذه المسيرة. الله يخلي لك العيدة. الله يسلمك. حلو الوفا، حلو الإنسان هيك. نعم. طلع معنوح. نعم. قبل ما نبلش هيك نحكي أنا وياكي بهالجلسة كنا عم نحكي عن موضوع الأهل يلي هن. نعم. قديش بركة بحياتنا. أعتقد أن هذه أجمل صورة، أن أنا أفهم على إنسان الناس تتوقع أن ما حد يفهم له، ولكن من نظرة العين والابتسامة يوصل كل اللي يبغيه، ويحسسني أنه أنا واجب علي أني أفهمه، لأنه أوريدي وصلها لي عن طريق لغته الخاصة فيه بابتسامته وعينه. دكتورة نادية، بعتقد هالحياة وهالبسمة على وجهك علمت على وجهك، أنا بتطلع فيكي هلأ بيقولوا منشوف هكي في مش إنه وجه الخير، بتطلع قد ما ضحكتي كيف ما كنتي أنت عم يطلع فيك الواحد أو يحكيك بيلاقي هالضحكة الموجودة فيك وبيلاقي الأمل يلي موجود. أملي، حياتي، بيتي الثاني اللي الله أكرمني فيه في أني أكون الأم الحانية، الصدر الحنون اللي يتوجب علي أن أكون عندي هذه الإنسانية، لأنهم ولدوا من غير جرم، وأنه ما أدري يمكن هذه الابتسامة تختلط بالدمعة، لأنه فعلا هذا المكان
خلاني أحس بأن هدف الحياة الإنسان يكون صاحب رسالة، وهذه رسالتي في أني أسعد كل طفل موجود بين أروقة هذا الصرح الإنساني. بالفعل بالفعل. تكريم، كل التكريمات اللي حصلت عليها ما كنت دائما أدعي أن الله سبحانه وتعالى ما يجعلها لي الشغل والهدف، ولكنه مكرمة من الله سبحانه وتعالى تزيد الدافع والحافز والدافع لي أنه رسالتك ما توقف عند هذا التكريم، ولكن هذا ليس تشريف ولكن تكليف. استمري. إذا عم شوف هذا الوسام اللي موجود عند حضرتك، هذا الوسام من وين اللي معلق عندك؟ هو أنا حصلت على أول وسام الشخصية الإنسانية المستوى الإقليمي والمحلي بمكرمة من الوالدة الشيخة فاطمة، الله يطول بعمرها ويخليها، بصورة سيد الوالد زايد في اللي هو خاص بجمعية الهلال الأحمر في العمل التطوعي. كان أفضل وسام شرف أنا حصلته، وكانت يعني هذا هدية من الوالد أني أنا دائما أحرص أني ألبسه وأكون متواجدة فيه، أني يعكس وطنيتي وأن هذه البلد الكريمة الطيبة هي اللي خلقت مني الواجب، بأن حكومتي الرشيدة عطتني الكثير وعلمتني الكثير، فواجبي أني أنا أرد ولو الجزء القليل من خلال أني أظهر بنت الإمارات وبنت زايد اللي يتوجب عليها دائما تحرص تكون في الصف الأول. نيال هالبلد فيك ونيالك بالإمارات، هذا البلد له فضل وخير كبير علينا كلنا. مشان هيك بهالوسام اللي بشوفه كل اللي حكيتيه حتى من بدون ما تحكيه ببقى شايفه أنا، يعني معلق على كل في كل الفخر والاعتزاز. هي هذا أنه هناك أطفال من حقهم أن يعيشون مع أطفالهم الأسوياء في مدارس الأسوياء، ومن حقنا إحنا نوفر لهم كل ما هم يحتاجونه، لأن متطلباتهم قليلة وهدفهم في هالحياة يمكن مقتصر على أمور معينة، ولكن في النهاية هم أطفال، هم ملائكة الرحمن في الأرض. بالفعل بالفعل. ماما نادية، إذا بدي أحكي أنا وياكي عن هيك نفوت شوي بالعمق، نحكي عن الأمور يلي أثرت بحياتك كتير وأنت أثرت فينا كتير، وكيف وصلنا لحتى صرنا بالآخر ماما نادية هيك يقولوا لك. أنت بالبداية عندي درسي أدب إنجليزي، أنا الخدمة الاجتماعية. خدمة الاجتماعية وأدب إنجليزي. نعم. كيف كانت هالمرحلة بالبداية؟ هو كنت أنا في الحقيقة كنت أبغى أدرس علم نفس، ولكني شاءت الأقدار أن يكون في تخصص مزدوج، فتوجهت إلى الخدمة الاجتماعية بحيث أني يكون عندي تخصص أدبي وبالإضافة إلى الخدمة الاجتماعية، اللي من خلالها سنحت لي الفرصة أن أكون أول طالبة متدربة لمدة كورسين متتاليين في مجال أصحاب الهمم. وهذا التوجه طبعا كان على الرغم أنه كان دافع داخلي، إلا أنه فعلا رسم لي المسار بأنه مجال أصحاب الهمم هو المجال اللي أنا مرسوم لي ومكتوب لي، فبديت أحب المجال من أول تدريب أنا دخلته. أول طالبة عم أول طالبة طلبت بتدريب بمركز لأصحاب الهمم، وعادة دائما كل طالب ياخذ مكانين، فأنا طلبت يعني حاولت وحاربت أن يكون كورسين متتاليين أني أتدرب فيهم مجال أصحاب الهمم، لأني فعلا حسيت أنه أنا نادية موجودة في هالمكان. حلو هيدي تكوني هيك بالنسبة لإلك، لك عم ترجعي بالذاكرة كمان، هيدي فرحة لإلك وبداية لحياة حلوة. أكيد. طريق يلي وللعلم أنا حاربت طلع اسمي في وزارة التربية والتعليم، حاربت أني يتحول إلى وزارة شؤون اجتماعية علشان أكون حاربت تكوني وزارة شؤون اجتماعية علشان أكون في مركز المعاقين. طب أنا بدي أسألك شغلة ماما نادية، من البداية من أنت وصغيري من قبل ما تفوتي على الجامعة والدراسة عندك كان هيدا الحس هي. بتحسي موجودة قريبة من الناس؟ نعم. انت وصغيري شفتي مثلا قدامك هيك حالة معينة حبيتي انه تساعدي تكوني معهم، بتحبي من الاساس؟ انا اعتقد ان كل انسان يولد في داخله شيء يمكن مكرمة من رب العباد، انه انا كنت يوم صغيرة كان بيتنا عند مسجد، فدايما كنت أحرص يوم الجمعة أني بس أمرر الشياب أو المكفوفين أو العجزة، ولا أعرف ليش،
فدائما كنت أقول حتى في المدرسة يعني دائما أحرص أني أنا أشترك في الهلال في تدريبات لجمعية الهلال الأحمر. يعني هذا الموضوع تنطري كان بالنسبة لك بحب من كل قلبك؟ إيه ولا كان بمحل واجب؟ أبدا ما كان أبدا أبداً, أبداً. ولا يمكن. أعتقد كل واحد فينا في هذا الجانب الروحي الإنساني, ولكن إحنا أصحاب كيف نزرع هذه البذرة الموجودة في داخلنا. ما أدري يعني أنا حسيت أني أنا انولدت وهذا هو طريقي, وطريقي أني أنا أتعلم من كل الحوالي الطيبين الناس الفاهمين اللي عندهم الحكمة والحنكة بأني كيف أعطي كيف أسعد اللي قدامي. شو هالطريقة اللي هي بتنرسم بهالحياة؟ ربنا راضي عليك ويمكن دعوات أهلك, لأنه هذا الطريق مليان كان ورد. يعني أنت بتعرفي عفوا على التعبير, بس بالحياة العادية مليان في شوك بمحلات صح. مع العالم, بس هالناس اللي عم تتعاطي معهم اللي عم تأسسي معهم. طيب سؤال أكتر إذا بدي فوت بالعمق, ماما نادية هل بالبيت شو كيف كان مواقف معينة بالبيت؟ هل كانت يعني عم يعطوا عاطفي هالأهل وحب لحتى نعم. أنت عندك فائض كيف إجت كل هالمحبة اللي عندك ولخدمة الإنسان؟ كيف أنا انولدت في بيت للأمانة الكل يشهد له يعني بالكرم والإنسانية. كان يوم الجمعة اليوم المفتوح, وكان في أيام رمضان عندنا خيمة رمضانية للفقراء والمساكين, ودائما أبوي يقول أن رزقي وخيري من وراء هذيل, والله أكرمني على خير الوالدين بزوج صالح دائما يعني يفرح ويساعدني ويساندني لما أمشي معاه في هذا الطريق. وشفنا بركات هذه الأمور كلها في حياتنا. في قصة معينة بتتذكريها من وقتها أنت غير اللي عم تحكي بيه بشهر رمضان المبارك يكون موجودين بالخير؟ لا حبيبي. غير كذي يعني أنا أشوف دائما أبوي مثلا في رمضان على الرغم أنه حتى لما تقدم فيه العمر دائما هو يحرص, هو اللي مثلا يغرف الأكل, هو اللي يقدم, هو اللي يستقبل الضيوف, هو اللي فدائما ندخل في ذاكر يعني في حياتنا مفهوم بأن إذا أنت كنت تبغى الخير قدم الخير, ودعاء هذيل الفقراء والمساكن هو اللي بينرد لك. وقديش ماما نادية بيتأثر الولد أو البنت بهذا الموضوع لما يكونوا صغار بأهله لما يكونوا بأي مؤمن؟ والأم الست الفاضلة كريم عم بيساعد بالأعياد عم بيساعد على طول, هيدا بيأثر كتير بعتقد هيدا الأساس. أي طبعا أكيد الأم لازم مثل ما علمتنا الوالدة بأن جمال الدنيا في عطائها, فيعني حتى نشوف معاملتها خاصة جدا للخدم الموجودين دائما تحسسنا أنهم مش جايين علشان هم يعني أنتوا اللي محتاجين لهم, هم محتاجين لكم, ممكن يروحون بيوت ثانية, بس طالما أنهم تواجدوا عندكم فأنتم واجبكم إكرامهم. فمفهوم أنك أنت تدرب أولادك وتعلم أولادك الوجه الآخر من الحياة بأن كيف تعطي كيف تحسن كيف تكون إنسان محسن يخلق منك روح جميلة داخل, لأنك ما تنتظر المردود, ما تنتظر أن طالما أنا أعطيت لازم نقول لي ينقال لي شكرا. أنت أعطي وراح تشوفه راح تحس فيه, ما راح تحس فيه. يمكن حضرتك متواجد في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية, أنا متأكدة تماما أن الشعور اللي تحس فيه ما حد يقدر يوصل له. يوم اللي تعطي ويوم تكون موجود معاهم وتشوف البسمة على محياهم, أنت تبتسم بدون ما ترسم هذه البسمة على نفسك بدون ما تخطط لها. تبتسم كيف عم بتسمع عليك هيك بكل كل حواسي يعني على هالمسيرة المشرفة اللي عملتيها, واللي أنا بقلك شاركت شوية بقلك كيف شاركت تقريبا مع أصحاب الهمم. بس من أنه عم نحكي عن العائلة الأهل والأم, أنت عم تخبري عن الأم, أنا بالنسبة لي هيك فرصة كمان إنه قلي كمان عن أمي الله يطول بعمرها كمان موجودة حاضرة. كنا عم نحكي أنا وياكي قبل ما نقعد بهالجلسة إنه الواحد يعطي أهمية ويعطي وقت للأهل, يعطي وقت للبي للأم يسمع لهم يسمعون عم بيخبروا القصص يشرح لهم ويحطهم بالتفاصيل بكل شيء, مش معناتها بكل شيء موجود بدهم يشاركوا فيه, بس إنه بيحسوا حالهم إنه هني موجودين وإنه لهم أهمية في حياتهم. ودكتور اللي يشيل أحلى من هيدا كله سوا إنه صحيح. أمي من بيت الصايغ. طب أنا شو بدي أحلم هيك؟ الله يخليك الله يسلمك الله يخليها وبقيها إن شاء الله أكيد يعني هالعائلة كلها هيك؟ هالعائلة كلها هيك؟ والله يمكن الحمد لله الله يسلمك إلا ما يكون في ترابط إلا ما يكون نعم. في الله يجعلها يعني نحن في قرابة هلا صرنا أكيد في قرابة والوالدة الله يطول بعمرها ويخليها لك أكيد هي بركة حياتك وكل يوم تحس بأثر هذه البركة في حياتك. الحمد لله الحمد لله الله يخليك خصوصي من هالعائلة الكريمة كمان الله يسلمك. ماما نادية
هيدا الحلم اللي كان بالنسبة لي كان بدك تحطي على يعني بلشي تأسسي كان بال 2002 المشاعر الإنسانية اللي هي مؤسسة المشاعر الإنسانية لصارت إذا بدك تحققت على الأرض مثل ما هو لازم كان بال 2004 أنا اشتغلت 20 سنة في وزارة الشؤون الاجتماعية كمسؤولة مراكز المعاقين في الدولة ونائب مدير إدارة رعاية الفئات الخاصة فأتيحت لي الفرصة بأن أكون قريبة لجميع الأسر المتواجدين من أصحاب الهمم في أن أنا أوصلهم عن طريق زيارة وعن طريق يعني الفرصة التي كانت تنسح لي أن أتواجد معهم وأعرف بالضبط عن قرب مدى احتياجاتهم فكان من ضمن زياراتنا وضمن المواقع اللي كنا نشوفها أن هناك أطفال أو أولاد متواجدين في أماكن غير أماكنهم فأصبح لدي هاجس أو حلم لأني أيضا هناك لجنة شكلت باسترجاع الطلبة المتواجدين خارج دولة الإمارات فلما شفت أن هناك أطفال متواجدين في مستشفيات أو مصحات أو في استراحات الشواء فهذه أماكن هم معاقين ولكن ليس بمرضى أو معجزة فكان عندي هاجس أنه ليش ما أكون الأم البديلة ليش ما أكون الأسرة البديلة فبديت من طفلة واحدة وبديت بسيارتي وبيتي إلى ما أن الله سبحانه وتعالى كان من أفضاله ومن كرامته طبعا بدعم من الوالد وزوجي الله يطول بعمرهم كانت المكرمة واليد الكريمة اللي دخلت لي يعني بصدفة جميلة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يطول لي بعمره اللي فعلا بصمته ووقفته هي اللي خلتني أوقف بقوة وأستمر بأني أخلق الأسرة البديلة وأتحمل على عاتقي مسؤولية الأمومة في أن أكون فعلا الأم اللي بواجه فيها رب العالمين ومسؤولتي مسؤوليني وحكومتي والشيخ الله يطول بعمره أني أنا أستحق هذا المكان اللي أكرم أولادي فيه تعبي دكتور في كثير من الناس اللي أنا بعرفهم بيعرفوك وفي صديقة مشتركة كمان صديقة مشتركة يلي هي مريم عثمان يعني رئيسة مركز راشد لأصحاب الهمم يعني بنحكي عن موضوع يلي هو في كثير بالمجال وأكيد كتر خيرهم ونحن بنشكرهم وبنقدرهم يلي بيهتموا بأصحاب الهمم ويلي بيعطوا يلي بيكونوا مبادرين ويلي بيكونوا متطوعين بس الكل بيجمع أنه أنت غير قصة إنه شغل في حب في عاطفة بتعطي كل ما تتلاقي بولد في عاطفة بدك تحكي فيه بدك تحكي معه وتحضنيه كأنك أمه هذا الموضوع كثير نحكى فيه يمكن لهالسبب أني مركز المشاعر الإنسانية يعتبر المركز الوحيد على مستوى المنطقة في الأسرة البديلة أو السكن الداخلي أنا ما أعتبره سكن داخلي قد ما هو أسرة بديلة يعمل على مدار اليوم والساعة مثل ما قلت لك يعني هذه الأولاد أصبح بيتهم الثاني ومن حقهم يعيشون وسط هذه الأسرة فلازم يحسون بهذا الكم الهائل من الحنان سواء مني وأنا محظوظة جدا 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 يعني بالمحيطين معاي النخبة المتميزة العاملة الكادر العامل بمركز المشاعر الإنسانية لأني عطائي أنا ما رح يكفي ولكني توفيق الله وتوفيقي بأن أحظى بهذه النخبة المتميزة اللي أحس في عينها وفي في قلبها وفي حنانها أن تحب أولادي هذه أنا أعتبر نفسي كل يوم أحمد ربي عليها لأنه مو مش سهل ممكن تحصل موظف ولكن ما ممكن تحصل قلب كبير إيه صح معكي إذا بدنا نحكي نفوت بالموضوع من 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 وحي إذا بدك البرنامج اللي هو نحن هلا نحن فيه والجلسة اللي هو فرصة تانية من بعد هال يعني كل هال إذا بدك هال أولاد وهالعالم اللي وقفتي وكنتي حدهم وكنتي مثل ضو عم بيضوي هالطريق لحتى يمشوا بطريقة بطريق يقدر يحفظ مثل ما بيقولوا كرامتهم لأنه نعم. كرامتهم نعم. هي من كرامتنا نحن هل بتعتقدي أنه هيدا اللي عملتيه معهم هون كان فرصتك التانية هل هي هيدي السكند شانس أو الفرصة التانية يلي عملتيها بحياتك؟ الفرصة الأولى هو ماما نادية الفرصة الثانية أني أكون ماما نادية على مستوى الوطن العربي وبالأخص الخليج العربي كانت فرصة ممكن ما خطر علي بالي يوم من الأيام أني أنا أحظى برعاية أطفال من دول مجلس التعاون الخليجي وبعدد كبير ولظروف مشابهة جدا لهدف تأسيس المركز في أني تكون ماما نادية مسؤولة عن نطاق أوسع هذه كانت الفرصة الثانية يعني كان في لقيتي هذا الإقبال والصدى الموجود المطلوب من مجلس التعاون الخليجي لقيتي نعم
نعم لقيته ولقيته كبير، وهذا طبعا يخليني أحس بحجم وكبر المسؤولية، بأن هناك أم قريرة عين لابد أن تنام في بيتها أو أب، وإن كانوا مثلا من أسر متصدعة أو أطفال أيتام أو الحالات المتكررة في داخل الأسرة الواحدة، وهو هدف تأسيس المركز. فمن الطبيعي جدا علشان الأم هذه أو الأب ينام قرير العين مطمئن القلب، لابد أن يكون طفلة في يد أمينة، وأني أتكون في يد أمينة معناته لازم تاخذ هاي المسؤولية عاتق على 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 نفسك، وعهد على نفسك بأنك أنت تحقق هذا الهدف وتكون تصون الأمانة. أكيد دكتورة، هل كل هذا الموضوع اللي عم نحكي فيه عن فرصة تانية يلي أنت عم تعطيه، اللي ساعدتي مع ناس كتير، لا تعطوا فرصة تانية للناس يقدروا يكونوا مثل عن طولي موجودين، للأهل للأولاد للكذا. طيب ماما نادية من مين ناطرة فرصة تانية؟ منك أنت أعطيتي فرصة تانية وساعدتي، أنت من مين ناطرة فرصة تانية؟ أنا يمكن دائما أقول إنها مثل ما بداية قلت لك، مثل ما هم علموني الحياة علموني الأمل. كل أمنية أتمناها وهدفها تحقيق الأفضل لهم تفتح الآفاق من عند رب العباد بفضل بركاتهم. دائما أطمح أن يكون في قرية متكاملة متوفرة فيها كل احتياجاتهم اللي فيها مقاييس السعادة بالنسبة لهم. يمكن هذا اليوم أمل، بس بكرة أنا متأكدة أن الله سبحانه وتعالى بفضل هذا الأمل والنية الصافية لهم رح الله يكرمنا وتتحقق إن شاء الله. يعني أنت على المشاعر الإنسانية المؤسسة كنت قبل عم تحلمي فيها، بس شايفتيها مآمني فيها. نعم. حاسي بدها تصير القرية، حاسي بدها تصير. إحساسي ما أعرف ليش كبير، أن الله سبحانه وتعالى حتى لو ما كنت في هاي الدنيا الله رح يجعلهم لا يعيشون إن شاء الله. جاي لألك إن شاء الله. جاي لألك بركي بتقولي لي لحتى نكون سوا، أنا شو بقدر إن شاء الله حياك. ما بدنا نفل هلأ صفنا، هلأ ما بدنا نفل نحن بقين بقينه. بس حلوة قصة هذه القرية اللي عم تقولي. أبغي قرية تكون لهم حقهم فيها كل ما هم يحتاجونه. يعني بعدني عم بحكيك وقلك إنه الماما نادية من مين ناطرة فرصة تاني لحتى تكمل، وبعدك انت منك ناطرة لإلك شيء، ناطرة لألهم لتحقق لهم. نعم. يعني هيدي نعم. اليوم هيك عظمة بتكون عند الإنسان، يكون تارك كل الأمور يلي خاصة بالشخص، كل إنسان بيحب لنفسه. لا أنا دايما أقول الحمد لله بركاتهم الله كارمني في زوجي وفي بيتي وفي أولادي ورضا والديني. ولكن هم أنا أنطق بلسان حالهم، هم يمكن قدر عليهم بأنهم ما يقدرون يعبرون أو يتكلمون باللغة التعبيرية، اللغة الواضحة اللي المفترض أنها تكون لفظية وفيها نوع من الإرسال الواضح. فإحنا المسؤولين بأن نتكلم عن حال لسانهم ونقول شو اللي هم يتمنونه. دكتورة أوقات يعني أنت بتحاولي قد ما فيكي وبتجربي. نعم. والناس في نية طيبة بيساعدوكي أكيد، بس إذا حدا ما قدرتي هيك لا سمح الله تعطيه فرصة تانية، قديش بتتأثري كأم أنت؟ قديش بتتضايقي؟ كثير، وخاصة في ناس تبقي لحالك متضايقة، أتم الضايقة لأن في ناس ما أبغي يشكرون هالعمل، ولكن يقدرون لا يوقفون عائق في مسيرة هذا العطاء أو في العمل في هذا الصرح. أزعل لما ما أشوف شفافية الإنسانية في اللي حولي. أنا مو مجبورة أني أزرعها، ولكن مجبورة أني أوصل هذه الرسالة. فلما أعجز أو ألاقي أن الطرف الناس عايشة في هذه الدنيا وغافلة عن مفهوم الإنسانية، وين على أرض هالأرض الطيبة، أرض الإنسانية، أرض العطاء، أرض الخير، اللي حكومتنا لا. كل يوم لها بصمة في كل مكان. صح. ويكون أفراد موجودين في هذه الأسرة وما وصلهم ما وصلتهم الرسالة أو ما دق العيار في ذنيهم، شوي أحزن. يعني أنت إذا عم نحكي عن هذا الموضوع، في قصة معينة بتتذكريها أثرت فيكي؟ في قصص كتير، بس في كثير قصة. نعم، في كثير من القصص الإنسانية اللي الله أكرمني. يمكن أنا يوم صغيرة دائما أقول أني أنا كنت أزعل من الناس اللي رمت أولادها أو ما تبغي أولادها، وخاصة في حال يعني لما يصير في تصدع في الأسرة. بس لما وعيت وكبرت ونضجت بديت أعرف أن الدنيا حدود، بما أن الله حرمهم هم من أن هم يكونون المسؤولين عن هذا الطفل، في المقابل أنا المحظوظة اللي الله أكرمني أني
أكون الأم البديلة واللي أخذ بركات هذا الطفل. مرت علي أول حالة خذيتها طفل طفلة بنت كانت عايشة مع أم شيزوفرينيك، وكانت أجلك الله حتى ما كانت اللغة عندها، بس الحيوان أجلك الله اللي كانت عايشة معه. فبعد يمكن أشهر من خذيتها بحديت أفهم أن تغيير البيئة ممكن يظهر قدرات وإمكانيات الأطفال. أنا عندي حالات بنات في المركز، بالذات البنات يعني يمكن أتأثر عليهم أكثر. دائما أقول الدنيا محطات، وجود هذيل البنات في حياتي النقلة النوعية، أنه الواجب يتغير يوم عن يوم، مش مسألة أني بس أم، لا، وجود كل بنت بظروفها ومأساة حياتها تخليك توقف تعيد خارطة ورسم خارطة الحياة مرة ثانية، بأن شو اللي تبغيه، هذه شو طالبة منك، هل هي جت تقول لك بظروفها وبس وانتهى الدور، لا، في دور يتوجب عليك أنك أنت ترسم مسار ثاني وترسم خارطة ثانية عشان توصل لمبتغى هذا الإنسان العاجز. ماما نادية، هالضحكة اللي عم نقولها على وجهك موجودة على طول، بتعطي أمل، هيدي من ربنا من فوق. أي متى ماما نادية بتزعل؟ ما أقول أوقات ما بنشوفها بضحكة ولا على طول موجودة؟ والله يمكن هذه بعد صارت سمة من سمات وجهي أكثر، حتى الطلبة المعاقين بالذات الصم لما يقولون وين ماما نادية أشرون على الغمازات، فيمكن هذه هي الصورة الواضحة. قديش بيرتاحوا؟ قديش بتحسين بيرتاحوا كتير بهيك؟ والله أنا أرتاح أكثر منهم، فدائما أحاول ارتياحي أنا ينعكس عليهم، حتى يعني أحس أن أنا أحب حضنتهم، أحب بوستهم، ودائما أقول أن كنز الدنيا اللي أملكها البسمة والحضنة اللي أحصلها كل يوم من هاليهال. أنا بدي أقول ضيف شغلي على اللي أكيد خبرتك الكبيرة، أنا كمان هالشيء اللي اختبرته معهم لأصحاب الهمم بسنين 26 سنة كمان صار لي، إنه أوقات يمكن الإنسان يلي هو هالحياة عادي بتعملي معه شغلة صغيرة أكبر شوي بيضل متطلب، هالناس أصحاب الهمم بتعملي شغلة صغيرة بيضلوا يحكوا فيها، أنا إذا عملت لهم مثلا كنا بحفلة أو هيك بيحكوا فيها على 6 أشهر. صح، يعني هذا الموضوع يلي أنا من خلالك بحب أنه أدعي الناس كلها يلي ساعدونا بنقول لهم شكرا، كان بالدولة الإمارات العربية المتحدة اللي هي على رأس المواضيع الإنسانية أو وين ما كانوا بالعالم العربي، أنه نحن نضل نتساعد لحتى ندمجهم بالمجتمع. صح، لأن هني أساس المجتمع. لأنه هني بتفكروا أنه هني بيعرفوا، هني بيفهموا، هني بيحسوا، هني عندهم إحساس أقوى منا. والدنيا واقفة على الإحساس، بيعرفوا أكتر منا، بيحسوا بكل وجه عم يضحك أو كلمة أو أمل. بتمنى كل الناس اللي بتلاقوا فيهم بضحكتهم بوجههم بيقدروا أنه يعطون أمل حتى يكملوا يستمروا. يعني هذا الموضوع ومثل رشيدة أولت هذا الاهتمام وقامت على هذا الاهتمام وتنفيذه. الوالد زايد طيب الله ثرى أول ما تخرجت يمكن جملة دائما أحب أكتبها، لا تقاس الأمم بالعمران ولكن تقاس بالإنسان على حد سواء. لا يقتصر يعني مفهوم الإنسانية فقط على البشر. البشر نعم. والحمد لله إحنا قاعدين نشوف يوميا بأن فعلا البناء الإنسان هو هدف المكان والدولة اللي حظينا أن نعيش على أرضها الكريمة. لو كل واحد منا فهم قدسية وروحانية مفهوم الإنسانية راح يفهم أنها هي تتجلى في العطاء، ليس فقط في أني أنا أظهر أمام كاميرا أو أنه أنتظر رسالة الشكر والعطاء، ولكن لمجرد أن أرى السعادة والبسمة أمام في على يعني في قلب هذاك الشخص أو على محيا هذاك الشخص راح أفهم أن أنا وصلت الرسالة وأن فعلا الإحسان وصل. وهم سواء ذكروا أو ما ذكروا راح تكون إنسان وصلت إلى قمة السعادة فإنك حققت العطاء اللي أنت تسعى له. بالفعل. إذا انتقلنا على هيك موضوع بنحكي فيه على طول، بنقول شو كان صار لو، بطرح عليك كم سؤال، شو كان صار لو، وحضرتك أكيد بجاوبني، شو كان صار لو ما كنتي من عائلة حاضنة للعمل الاجتماعي، شو كان صار؟ بكون ما أعتقد أني بفهم مفهوم الحب أو مفهوم الإنسانية أو مفهوم الرحمة.
أكيد ما راح يعني المدرسة إذا يعني أكيد هي الأساس، البيت هو أساس العلم، أساس المعرفة. دائما أقول في ناس الله يعينهم على نفسهم بأنهم ولدوا من غير جرم، يعني ولدوا في بيئة هي كانت السبب في أن يصابوا بالتخلف البيئي، مش ذنبهم. نعم، ولكن الذنب أنهم ما سعوا على بناء نفسهم، والذنب أنه هو ما حاول يستفيد من اللي حواليه. بعض الأوقات في أشخاص على ما أنا أشوف لما يجيني طفل جديد أقول الحمد لله، هذا شو اللي مسوينا في دنيته ان الله يكرمه في بيئه مخالفه تماما للبيئه اللي هو فيها، في نومه في اكله في شربه في الحنان اللي قاعد يحصل. نعم. فاكيد الدنيا هذه كلها محطات وحظوظ، فمتى ما وقف الانسان وارتاء وفكر اني انا استفيد من اللي حولي راح يفهم ان البيت قد ما هو مهم الحياة روحها مدرسة. كمان شو كان صار لو ما تدربت أيام الجامعة بمراكز لأصحاب الهمم؟ لو ما انعطت لي الفرصة رح أكون متطوعة أكيد 1000000%. أكيد. وما زلت أدور على مجالات التطوع في كل مكان كمان. نعم، يعني أي بلد حتى بعض الأوقات أسافرها أول ما يخطر على بالي أروح أزور دار العجزة، مراكز أصحاب الهمم، ودائما أحب تكون لي عضويات في كل مكان، أحب أخبار أصحاب الهمم، أشوف إلى أي مدى وصل، يعني لدرجة أني أنا يمكن يوم الأيام كنت صغيرة وعرفت أن في أم للأيتام، هي مو بأيتام أصحابنا ولكن أم للأيتام من أريتريا، كنت أغبطها وكنت أدعي لها وأقول يا حظها يا ريت يوم الأيام أكون أنا بعد لأم للأيتام. ما توقعت أن أمنيتي تكون لأم أيتام أصحاب الهمم. فأكيد اللي يعني الوالد يعني والدتك الله يخليها أكيد فهمتك شو معنى الحب والإنسانية والرحمة، ولكن هذه البذرة موجودة فيك وأنت تسعى أن تدخل فيها المؤسسات والمراكز. ويمكن حضرتك قلت لي كلمة أن أنا حاب أني أنا أجي أشوف المركز، هذه موجودة داخلك، فأنك أنت تتوجه وتدور هذه الطرق والمسارات اللي تجرك وتاخذك لهذه الأماكن. فيمكن حتى لما تجي تشوف المسلسلات مثلا أو تسمع أخبار ما راح تدور على أخبار عسكرية، راح تدور على الأخبار الإنسانية، شو اللي عطوهم، شو اللي وصلتهم الإعانات، هل هم مرتاحين، هل صح. فهذه أعتقد أن توجه الإنسان في داخله يبنى يعني يكبر، ولكن يترعرع على مع نفسه، مش هو الأسرة بلا شك والكل يتفق، ولكن إذا لم يحظى بالأسرة يحظى بالفرص اللي حواليه. شو كان صار لو ما قدرت تأسسي تعملي مؤسسة المشاعر الإنسانية؟ ما بكون إنسانة سعيدة، أكيد راح تنقص سعادتي كثير، وإن كنت بحاول أني كانت ناقصة الدنيا، كانت ناقصة أكيد، حتى وإن كنت ححاول أني أفرغها في 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 يعني في وجود، بس أني أنا أكون على قمة الهرم في المسؤولية وأني أحظى بهذه القلوب الجميلة والرحيمة والناس اللي ما تنوصف أكيد ما راح أكون بهالإنس يعني بهالسعادة، لا مستحيل. أنا كل يوم أقول يا رب من مكانك علي أنك ما تحرمني منها يا رب. ندعي معك نحن لك يا رب. الله لا يحرمني يا رب. الله لا يحرمني. أكيد. الخدمة يعني أنا دائما أفضل أقول أنا خادمة على هذا المكان، لأني كرامة الخدمة هي من الأم دائما تعطي بدون مقابل. فأسأل الله العلي القدير أني يكون رضا علي في أني ما يحرمني منها. راضي على طول يا رب. شو كان صار لو ما كنت هيك يعني بمحل قلبي عورني على سؤالك. نعم عورني سؤال قلبي على سؤالك اللي مر. شو ما كان شو كان صار لو ما حققت النجاح أو الشهرة كنت كملتي؟ نجاحي الشهرة ما أدور ما عليها بيانك. أبداً. والله أبداً، ولكني إذا الله أكرمني فيها فأحمد الله العلي القدير عليها، ولكني نجاحي أني أنا أبر دمتي قدام الله وأني أكون متقية في كل طفل. لذلك أنا في المركز أقول لهم أنا مسؤولة عن العامل اللي يخدم هذا الولد قبل الطفل، لأني أنا يوم من الأيام راح أحط لك خط أحمر وأقول لك هذا ولدي، لو يوم من الأيام صاب شيء
موقفي راح يتغير معك. اليوم أنا أمك أنت كعامل قاعد تخدم أولادي، ولكن يوم من الأيام لو عرفت أن الضرر وصل لأي ولد، الخط الأحمر راح يعكس الآية، ما راح تكون هذا الشخص اللي أنا أشوفك يعني بعظمة عطائك. يعني أنا أقدر كل شخص يعمل في هذا في مركز المشاعر الإنسانية، كل إنسان يعمل غض النظر عن منصبه عن وظيفته، كل إنسان يخدم. لذلك عندي شيء أنا دائما أسويه، أقول إن الكل لازم يعرف الكل. يعني ما أبغى أشر على طفل وتقول لي أنا ما أعرفه هذا موجود هناك. إحنا بيت وأسرة، فلازم تعرف أولادك وأخوانك وأصحابك. دكتور عم تقولي كمان إنه مش ضروري تكون على طول الخدمة موجودة، أكيد لا أصحاب الهمم، بس كمان أنت برأيك يعني الناس على طول بحاجة لبعض. نعم. ليكون في مساعدة، ليكون في عطاء، مش ضروري. ولو ما خدمت العاملين القائمين على خدمة أطفال أصحاب الهمم، ما رح يرتبطون بالمكان، وأنا ما رح يحبونه، رح يعتبرون نفسهم موظفين. فأنا أحس إن دوري واجبي للكادر والمسؤولين في داخل المركز أكثر حتى عن الأطفال، لأنهم القائمين على خدمتهم المباشرة. فلذلك لازم يحسون بالحب عشان يقدرون يعطونه، ويحسون بالأمن والسلام عشان يقدرون يعيشون مرتاحين ويستمرون في العطاء. شو كان صار لو ما كنتي ماما نادية؟ ما كنت ماما نادية؟ يمكن أصيح الحين لو سألتني هالسؤال، لأن أنا عايشة بفخر وعزة وما أبغى شيء من الدنيا غير ماما نادية. يعني بدك تضلك أنت تفتشي لحتى تكون موجود موجودة ماما نادية إن شاء الله. مين أطلع الاسم عليك؟ من أول طفلة خذيتها حسيت أن يعني ليش قلت ماما، قالوا ماما نادية، حسيت أن فعلا هذا هم الحرمان العاطفي اللي عايشوه أو ما قدروا يحسون فيه. طلعت ماما نادية من السجية ومن طبيعة الإنسان. كلهم بيقولوا لك ماما نادية؟ الكل الحمد لله. رأيتوا لك ماما الأطفال نادية. والعاملين الحين ترقيت، أول كانوا يقولون لي ماما نادية، الحين ماما ندوي. فأنا أعتقد أن هذا وسام شرف أنا أعتز فيه، ولا يمكن يخطر على بالي يوم من الأيام أني أستمشي حياتي إلا بهذه المسؤولية، مسؤولية ماما نادية. ماما نادية أنا أقول لك هيك بكل يعني ما بعرف، بحس الواحد والشعور اللي هو قاعد معك بحس بكل فرح الدنيا والسلام يلي موجود. ماما نادية إذا قلت لك تختاري حدا من محيطك اللي بتعرفي، يمكن بتعرفي يمكن حدا معروف يكون بالمجتمع، وتقولي موقف معين لإله، مين بتختاري لتقولي موقف معين لإله؟ ليش اخترتي هالشخص يلي رح تقولي؟ ما أدري، يعني يمكن هو موجود مع الكل وموجود في العالم، سيدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يطول لي بعمره، ولكن أنا موجود في حياتي في كل وقفة أوقفها أحس أنه يعني وقفت انصكت هو يطلع موجود تنحل مشكلتي. لذلك دائما أوصي زوجي أولادي، إذا الله قدر يوم من الأيام وما كنت يعني الله خد أمانته، سلموا أولادي لأبوهم الروحي لصاحب المسؤولية، لأنه له فضل كبير علي في كل موقف أطيح فيه، ما أعرف بالصدفة يكون موجود وبالصدفة تنحل مشكلتي. ماما نادية على طول صاحب السمو الشيخ محمد، لما تفكري مش موجود، أكيد موجود مع العالم كله بمسؤولياته. نعم. يلي نعم. حاضر على طول بكل محبة وبكل إنسانية، بس بتشعري أنت وغيرك أنه كأنه موجود معك أنا أولادي في بالمركز أو بالمؤسسة من دون ما يكون موجود. أنا عندي فيديوهات بتفكيره بمحبته بإنسانيته باهتمامه بأصحاب نعم. الهمم، هل هيدا الشيء الدعم يلي أنت شوف مصر؟ المكرم اللي أعطاني إياها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يطول لي بعمره كصرح بناء صرح إنساني لحماية وحفظ هذه الأولاد، أعطوني إحساس بالمسؤولية الكبيرة بأني أنا أستحق هذا الصرح، وأن أنا الشخص المناسب اللي وضع في المكان المناسب لحمل راية ومسؤولية حماية هذه الأطفال ورعايتهم. لو أقول لك أنا عندي فيديوهات على سجية هذه الأولاد، لما تسأل البنات مثلا والأطفال منو أبوك،
على طول يقول لك بابا محمد، أبوي أبونا محمد بن راشد، شو منيتك؟ إن شاء الله نشوفه أو إن شاء الله نزوره. فهو موجود يعني، لأن هو مش مسألة بناء مكان أو صرح. لا، قلت لك أنا لما أعطيت هذا الصرح وأعطيت هذا المبنى، هو مسؤولية تكليف بأن هذا المكان. دائما أقول للكادر بيض وجهي قدامه، لا تخلي يوم أني أنا أحس فعلا مش الإنسان المناسب لقيادة هذا الصرح، أو مش أنا الإنسان المناسب اللي كنت أستحق هذه المسؤولية في تولي مسؤولية هذه الأطفال، وخاصة أنه يتم تحويل هذه الأطفال من مؤسسات حكومية، مؤسسات يعني موجودة في البلد. يعني أتمنى أكون دائما أنه الشخص المناسب اللي أنطت لي هذه المسؤولية. فلذلك هو موجود، موجود مع أولاده، موجود في الصرح، موجود مع الكادر، الكل يعرف أنه هذا المكان على اعتبار أن المركز الوحيد، فيعتبر بالنسبة لي أنا رقم واحد. الشيء الثاني أن أرجوكم لا تخذلوني قدامه يوم الأيام. هو يمكن مش موجود يحاسبني كل يوم، ولكني أكيد يعني هذا المكان اللي أعطاه مسؤولية ماما نادية أني أكون يوم الأيام ما خذلتها. الحمد لله، الحمد لله على قبل المسؤولية، الحمد لله على كل شيء، على العطاء اللي عندك إياه وهالنعمة الكبيرة اللي عندك إياه. ماما نادية، إذا هيك واحد بغمض عيونه هيك لكم ثاني وبيرجع بالوقت لورا وبالزمن، مرقت محطات كتير منا. نعم. كانت صعبة، رجعتي أنت كمان كانت حلوة منيحة، هالناس العالم اللي شفتيهم مرقوا بهالحياة كانوا متضايقين، حاولتي قد ما فيك يكونوا موجودين وحاضنتيهم. طب شو الرسالة اللي عندك إياها للي هلأ هيك عم بيشوف ماما نادية؟ شو الرسالة اللي عندك إياها؟ العمل الخيري للإنسان. نعم. العمل الخيري، أن العمل الخيري توفيق. أنا لما أبني صرح إنساني خيري، ما يكون هدف ربحي، هدف سعادة. أعتقد أن لو كل واحد فكر فينا له طريق، وفي كل طريق ينحط فيه فرصة أنك أنت تكون إنسان، في فرصة أن تكون إنسان بمعنى الكلمة، اللي يتحلى بالرحمة ويتحلى بالعطف والحنان. خليك تعطي ولا تتردد. ودائما أقول لأولادي، متى ما حطيت في أي موقف في مجال أنك تعطي، لا تتردد أبدا، لا تتردد، لأن مردودة ما حد راح يحس فيه غيرك أنت. هو نادية، أنا بحكم هيك هالخبرة مرأت فيها بالحياة كمان مثلك، عندي كان هالفرصة أنه كون موجود حد لأصحاب الهمم. فأنا الرسالة اللي كمان بحب أقولها أنا، أنه 26 سنة وصار بوقتها بموضوع معين حسيت حالي موجود معهم، بدي يكون موجود معهم بوقتها. ستنا أنا كنت عم بقول أنه عم فوت على هالمركز لحتى أقدر يكون معهم، حدهم ساعدهم، ضحكهم، كون حد الأهل. بتفاجأ بعد فترة بلاقي هني كانوا موجودين حدي. يعني أنا اللي كنت بدي أزرع الفرح زرعوا هني الفرح. أنا اللي كنت بدي ساعدهم هني ساعدوني نفسيا. أنا اللي تعثرت بهالحياة وضعفت هني اللي قووني. أنا بس بدي أقول وكمل على كلامك، ومن وراء خبرتي بهالحياة، هني مصدر الفرح ومصدر الحياة. هي مش بس أنه أنت عم بتساعدهم، وهني كمان بيساعدوك، لأنه هيدا فرح ما له حدود. والباقي ماما نادية موقت، في سعادة موقتة، بس هني هول يعني هني بيخلونا نكون موجودين أكتر بالحياة. لذلك أنا الرقم الوحيد اللي ما أنساه ودائما أتباهى فيه، إني أقول 40 سنة خادمة في مجال أصحاب الهمم. إن شاء الله هذا الرقم كل يوم يمر فيه أحس أعتز فيه أكثر. يمكن ما أتذكر الأرقام الثانية، أو قد أتجاهل أرقام ثانية في حياتي، ولكن هذا الرقم أحرص دائما على أنه شعلة حياتي. إن شاء الله العمر كله ستة. إن شاء الله. إن شاء الله أنا على الخطأ كمان والناس اللي عم تشوفنا وتسمعنا. أنا لأن كل ما أعطالك الفرصة أنك تتعلم وتشوف أن هذيل الأطفال مش ناس عاجزين، يمكن هم لهم أسلوبهم ولهم مفتاحهم. متى ما قدرت توصل لقلبهم راح تفهم أنك أنت مثل ما تفضلت تعلمت منهم الكثير. طيب. ولما تدخل وتكون معاهم راح تفهم شو يعني البسمة، وشو أكيد. يعني الحزن، وشو يعني الضيق. يعني أنا قبل يومين بنت من البنات قالت لي، ماما أنا متضايقة، حسيت كأن الدنيا كلها لفت فيني.
يعني هي عمرها ما قالت لي أنا متضايقة. يعني شو هل هي فهمت معنى متضايقة؟ قلت لها خير شو اللي مضايق إنك؟ قالت لا حسيت إني أبغى أطلع. يعني هل معناته إن هي بالعكس هي وصلت لي رسالة إن الطلعات اللي كنت أطلعها والوناس اللي كنت أتونس فيها حسيت فيها، والحين يوم ما طلعت حسيت بالعكس. فهاي هي المدرسة إن إحنا فعلا هم عندهم طريقتهم وعندهم أسلوبهم، بس نتفرغ لهم. طريقتهم ستنا يعني من المطلبين. لا. الدنيا والعالم للأسف مطلبين، هني بشغلة صغيرة أنا لما يكون معهم مثلا بعيد أو بحفلة بيضلوا يحكوا فيها لست أشهر، يعني طلبهم منه موجود. أنا دائما أقول الحالات اللي عندي علشانها شديدة وكلها مصابة تقريبا بحالات الصرع، الحالات ما أخذ الحالات المايلد أو إن هي قابلة للدمج، لأني أقول فرصتهم يكونون في كل مكان، فأنا دائما أخذ الحالات الغير مقبولة والشديدة. فهذيل شو طالبين؟ لا طالبين باشر يتزوجون، ولو أني زوجت كم من حالة. الوظائف أيضا مقتصرة على حالات معينة والحمد لله وفقت لتوظيفهم، ولكن الغالبية العظمى اللي موجودة تبغي تكون سعيدة، تبغي تعيش باطمئنان وأمان وسلام. هيدي أنا من الكلمة اللي قلتي بدي هيك أختم السلام يلي قلتي، إنه ماما ناندية بس لحتى يعرفوا الكل بالمكان اللي موجودة فيه بالمؤسسة بالحياة يلي كنتي بالخدمة كمان لكل أصحاب الهمم، وهي موجودة حد مقدمتي. بس أنا بدي أقول للكل لما تكوني حضرتك قاعدة مع حدا بتعطي سلام وبتعطي فرح داخلي من جوا، فأنت العطاء مش بس للمؤسسات الخيرية، العطاء للإنسان أي إنسان بيقعد معي. فأنا بالنسبة لي اليوم في عطاء كان منك، أول شيء تكرمتي بهذا اللقاء، وبتمنى على طول حضرتك وأنا وكتار من الناس ننقل هذه الرسالة ونكون صوت يوصل إن شاء الله لآخر الدنيا. الله يجعلني عند حسن ظن رب العباد وظنكم، وأكون فعلا الإنسانة اللي أستاهل أني أنقال لها ماما نادية. كل الخير. الله يخليك، دعوتنا لألك على طول. الله يسلمك، بشكرك على اللقاء. شكرا على إتاحة الفرصة لي أني أتواجد مع حضرتك، وأكيد أنا بعد تعلمت أني الحياة فرص، وهذه فرصة من الفرص اللي الله أكرمني فيها أن أتواجد معكم. الله يخليك، فرصة كبيرة لألنا، فرصة كبيرة. شكرا. الله يسلم. منصة بلينكس اليوم رجعتني إلى الوراء وعطتني الفرصة أن أتكلم عن مسيرة حياة من بداية وجودي وسط أسرة معطاة إلى نهاية مشوار، وإن شاء الله يستمر هذا المشوار ويستمر هذا العطاء عن طريق الصرح الإنساني المبارك مركز المشاعر الإنسانية. وجودي اليوم في هذه الحلقة خلتني أحس إن فعلا الواجب كل يوم لازم يكون فيه عطاء، وكل يوم يكون فيه إنسانية.